صرخات هذا المعتصم المجروح أمام مقر القيادة العامة للجيش بالخرطوم والهارب من رصاصات غادرة لم تعد تهتم تخترق الصدور العارية والقلوب، تعيد للذاكرة وبالذات العربية مشاهد القتل والدمار التي بدأت مع بداية الحراك الشعبي في بعض الدول العربية منذ سنوات لاستعادة الحرية والكرامة التي سرقتها الأنظمة العربية الحاكمة منذ عشرات السنين. بالرصاص والنيران قرر المجلس العسكري في السودان فض اعتصام السودانيين أمام مقر القيادة العامة للجيش، وما هذه المشاهد والصور الملتهبة بنيران حرائق قيام الاعتصام الشعبي التي أشعلها المجلس العسكري سوى غيظ من فيض حقد قرر العسكر إفراغه في صدور المعتصمين. يلما! 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 بيقتلوا فينا يا جماعة! بيقتلوا فينا يا جماعة! فور حصول ذلك دعت قوى إعلان الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات في البلاد للعمل على إسقاط المجلس العسكري وتنظيم التصعيد الثوري السلمي، وفي بيان لها وصفت القوى المجلس العسكري بالانقلابي الغادر صاحب الوعود الكاذبة الذي كشف عن وجهه الحقيقي. كذلك دعت القوى إلى تتريس كل الشوارع بالعاصمة والأقاليم بشكل فوري والخروج في مسيرات سلمية ومواكب بالأحياء والمدن والقرى. تجمع المهنيين السودانيين أبرز قادة الاحتجاجات في البلاد وصف ما جرى للمعتصمين أمام القيادة العامة للقوات المسلحة بالمجزرة الدموية والمحاولة الغادرة لفض الاعتصام. السودانيون بدورهم خرجوا بالآلاف في أنحاء متفرقة من البلاد إلى الشوارع وأشعلوا الإطارات في بعض الشوارع الرئيسية ووضعوا المتاريس على الطرقات احتجاجا على فض القوات الأمنية للاعتصام بالقوة. وإلى أن تتكشف جميع أهداف ومآرب المجلس العسكري بشكل جلي لا يقبل التأويل، يبقى السودانيون المنتفضون ضد الطغيان الرهان الأقوى والأوحد على خلاص بلادهم من نير أنظمة لم تهوى سوى الحكم والسلطة ولم تجلب للبلاد سوى الفقر والجوع والدمار.